هذا سؤال حصري. خاله لو عندك طلقتين، اقصد طلقه واحده، تذبح بوليد ولا تذبح فردوس؟ لا والله اذبح فردوس مثل الماي. والله والله العظيم كفو. زين فردوس، انت لو عندك طلقه تذبح بطلال ولا بوليد؟ اكيد بطلال، اسكه واحد براسه على طول. يبي له ريال والله. صدقني اذبح وليد، اذبح والله اذبح هذا ابي افتك منك وانا ابي. لا ليش انت بطلال؟ ليش انا باخذ منصبه خاسي والله عشان من اشكالك مو جاي ياخذ منصب. روح يا ابن الريال والله. زين خالي، نعم حبي، سؤال ثاني. لو يقولوا لك والله كلامك جد، تاخذ 1000 دينار ولا تذبح فردوس؟ لا والله الألف ما بيها. ها فلوس وصاخت ايدي تروح تجيب. ايه بس هذا يذبح. والله والله مثل السؤال نفسك يا فردوس. والله مثل ماي. انت يعطونك مو 1000 دينار، يعطوك 10 دنانير. 10 دنانير وايد، ربع دينار بعت لك. ربع دينار 100 فلس. نعم عندك طلب تقدر تطلبه، مثال يعني مثال تقولي مثلا والله ابي سنه ما تصور فردوس، او مثلا ابي سنتين ما تصور فردوس، وراح اطلب راح اخلي فردوس يطلب هم من طلب الطلب اللي يبي. بس الطلب الاول، انت شنو الطلب اللي انت تبي؟ شنو طلبك خالي؟ طلبي انه ما تصور فردوس نهائيا. ما صوره؟ ما تصوره نهائيا. خلاص طلبك وافقنا عليه. يلا طلبك فردوس. انا بعد ابيك ما تصوره بحياتك كلها. وافقنا على الطلب، تستاهل. كل واحد وفرنا له الطلب تبي، يعني لا راح اصورك من يوم رايح ولا راح اصوره. تم. ما تصورني؟ وليش؟ على اسف والله العظيم اني هي صرت انا الحين والله. الحين مش مولين الحين السفره كلها انت راح صورك حبيبي. والله والله يلا تستاهل. اذا ما قطيت عيني واثنيناتهم تستاهل. تستاهل لك بطلب. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. انا مع السلامه والله. مع السلامه كلام حك انت وياه. خلاص هذا طلبات بس من يوم رايح. لا 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 ما ارضى بطلال. بس خلاص خلي بطلال. انت الى انت في ذاكره الناس الى رحمه الله. خلاص قول لا اله الا الله. اسقي ربك. لا تفاول علينا والله. قاعد يفاول علينا. قول لا اله الا الله. ما يقول الكلام هذا. ربك كعبه. ربك ربك. وعن 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 وعن. حبي من اللي ضحكك اكثر؟ بطلال ولا فردوس؟ انا انت لك راي وانا لي راي. انا رايي تبي؟ ايه امانه ماكو ناس بطلال بس انتهى راحت عليه. راحت عليه إيه؟ يعني المقصود فردوس. فردوس صح. يعني بوليد يقول ان فردوس يضحك بالفتره هذه اكثر. لا بشير يضحك ادري حق خلاص. هذا اراء. يلا 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 نحترم الاراء طال عمرك. إيه انا بصراحه عندي انت. انا ايه اعطني بوساوي دختي ورب الكعبه حبيبي. اعطني اياها رقبتي. رقبتي اسرع بعد مو بس رقبتي. انت انت.